اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه النهارده؟ هنعمل سموزي بالشوفان والتمر، حلو قوي 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 العصير ده، عايزاكم تجربوه كده وقولي ايه رايكم. هتقولي في حد بيعمل عصير بالشوفان؟ اقول لكم اه جربوه، بس وقولي ايه رايكم في الاخر. انا عندي هنا ربع كوبايه لبن، وعندي معلقتين زبادي ومعلقتين شوفان وحوالي 5 تمرات، وعندك لو عندك اللي هو الرطب حط اللي هو الرطب ده، لان حاطه من النهارده من هو التمر العادي بتاع رمضان ده، وعندي منجاية ممكن تحطوا عنب، ممكن تحطوا بتاع موز اللي انتوا تحبوه حطوه. هجيب طبق فاضي هنا وهنزل عندي بالشوفان والتمر ونص كوباية مية مغلية، تكون مغلية كده طالعة من على النار، وتقومي حطاها تمام كده. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، اللي هو التمر مع الشوفان والمية، نقلبهم كده ونسيبهم شوية حوالي 10 دقايق او ربع ساعة كده. تمام، هجيب بقى عندي الخلاط وهبدأ اشتغل بقى خلاص كده تمام، لان حسيت ان الشوفانية كده، حبات الشوفان كده تحس ان هي اتشربت من المية وطرت والتمر طرى كمان. هنزل باللبن وهنزل عندي بالزبادي وهنزل كمان بالشوفان والتمر، ممكن بقى تزودي الكمية تقللي الكمية على حسب الاعداد اللي عندك انت وراحتك، وزي ما اتفقنا ممكن نغير المانجا بموز ببطيخ بعنب، اي فاكهة يا جماعة تحبوها حطوها، انا حبيت النهاردة المانجا. هضرب بقى كل المكونات ديت لحد ما احس ان كله تجانس كده مع بعضه، والتمر اتضرب والشوفان وكله كده اختلط مع بعضه. انا ما حطش لا عسل ولا سكر دايت. عايزة اقول لكم ان المشروب ده بجد بيدي طاقة حلوة قوي، وبيدي كده حاجة حلوة كده في الجسم، تحس ان انتوا كده يعني الدنيا مطرية معاكم قوي. هجيب كوباية عندي بقى واحط فيها كده مكعب تلج، وهنزل عندي بالسموزي ده. عايزة اقول لكم ان هو طعمه والله وهمي جدا، طعمه ما شاء الله حلو قوي، جربوه كده وقولي رايكم في الكومنتات، واشوفكم على خير ان شاء الله يا حبايب قلبي.